انفجار بعملة الدوش كوين لتوصل لمناطق ال 11 سنت. إذا كنت أول مرة عمال بتتابعني، أنا قناتي مهتمة بالأخبار والعملات الرقمية، وإذا حابب تحصل أهم الفرص الاستثمارية وعندي هذا المؤشر بيغنيك عن القنوات المدفوعة، بيحدد لك وين صفقات اللونج وصفقات الشورت. صديقي انضم لي على الرابط اللي بأسفل الفيديو لتحصل على هذا المؤشر. بعد اكتمال مرحلة التصحيح بعملة الدوش كوين وتصحيح الى مناطق السبعة سنت، انفجار كبير بعملة الدوش كوين لتكسر مناطق التسعة سنت الى ال 11 سنت. يبقى امامنا الهدف الاخير ال 14 سنت بحال تم اغلاقنا اليوم بشكل ايجابي على مناطق ال 10 سنت. هالشي بيترافق مع شائعة كبيرة ضربة التويتر ومجلة الانفينستيك، تعاون ايلون ماسك وفيتاليك بوترين. الشائعة تقول على تعاون مشترك بين مؤسس الإثيريوم والداعم الأساسي لعملة الدوش كوين. عم نتوقع مزيد من الارتفاع. صديقي دخولك هلأ بهاللون الأخضر هذا خطأ. صديقي انتظر التصحيح ومناطق الدعم من مناطق الخمسة سنت إلى مناطق الستة سنت، ممكن تدخل بهاي العملة. وإذا كنت وصلت معي لهالنقطة ألف تحية وشكر لك صديقي. لا تنسى تنضم لي على الرابط اللي بأسفل الفيديو لتاخذ أهم الصفقات الناجحة. عنا خبراء متميزين بدراسة العملة ووضع الصفقات عليه. صديقي اشتراكك بيدعمني كتير، ولا تنسى تفعل زر الجرس حتى يوصلك كل جديد.